طيب التلفزيون العربي. نعم، ضمن كل هذه الظروف والمرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية، العدوان على غزة، الصراع الإقليمي المحيط أيضا، يعني هنالك حاجة بالتأكيد لملء هذا الفراغ الذي تركه إسماعيل هنية باستشهاده. يعني من تتوقع من حركة حماس سيلعب هذا الدور الذي كان يلعبه إسماعيل هنية قائدا ومفاوضا وصوتا أيضا ربما جامعا، سواء لناحية علاقته بالفصائل الفلسطينية الأخرى أو حتى لناحية أيضا دوره في المفاوضات؟ ما يميز الحركة الوطنية الفلسطينية أخي الكريم أنها يعني الشعب الفلسطيني، كما قال الدكتور أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية، قال أكثر شعوب الأرض بها يعني متعلمين وحاصلي على شهادات الدكتوراه هي فلسطين. وأقول لك في فلسطين ربما الأكثر هي كمان قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية وحركة حماس هي من الحركات الفتية. أصغر أمين عام لحركة فلسطينية هو إسماعيل هنية، عمره 60 عام أو 61 عام. وبذلك هذه الحركة الفتية الشابة ممكن أن تفرز بدل الصف 5 و10 و100، أي بمعنى هناك يعني وفرت قيادة. هذا ما يدركه نتنياهو. في 2004 عندما اغتيل احمد ياسين فورا خلال 24 ساعه بعد ان يعني وضع في التراب في قبره، كان هناك تكليفا لعبد العزيز الرنتيسي. انا في تقدير الساعه القادمه وليس الساعات القادمه سيخرج اسم. من هذا الاسم؟ انا ارجح ان يكون خالد مشعل. خالد مشعل ان يكون هو رئيس المكتب السياسي لفتره مؤقته لحين اجراء الانتخابات، كون ان الانتخابات متعذره الان ان تجرى في قطاع غزه وهو الإقليم الأكثر تأثيراً وحيوية في هذا التوقيت، وبذلك ممكن أن يكون تأجيل. بعد أن يتم أو تنتهي الحرب ستجرى انتخابات، سيكون المرشحين كثر كما هي جرت العادة، سواء يعني سيكون هناك خالد مشعل، يحيى السنوار، هناك احتمال إذا كان هناك بعض الخيارات غير المذكورة إعلامياً ممكن أن تتبوأ هذا المنصب، ولكن في تقديري أن التكليف الأبرز كون أن السيد مشعل يقيم في الخارج وكونه صاحب يعني كاريزما لا تقل عن إسماعيل هنية وصاحب تجربة طويلة وممتدة، وأيضا في إطار العلاقات الدولية هو رجل دولة بكل ما تعني الكلمة، ممكن أن يعني ينسجم مع هذه المرحلة في هذا الإطار. لكن هذا يبقى شأن حمساوي، نحن كمراقبين ومحللين لا نتدخل به. الأهم هو أن يكون هناك فعلا كما قلت حضرتك، أن يكون أولا انتقام لإسماعيل هنية وأن يسود فكر هنية وما يدعو له، سواء من وحدة وطنية، وهذه أيضا رسالة للرئيس أبو مازن، وهنية تربطه علاقة جيدة صداقة مع السيد أبو مازن. مطلوب أن يطبق إعلان بكين ويصدر مراسيم عاجلة في تشكيل حكومة التوافق وفي عقد الإطار القيادي المؤقت، لأن أول رد وأقوى رد على إسرائيل وعلى حلفاء إسرائيل وحدة الشعب الفلسطيني، لأنه لا يمكن أن نقطف ثمرة سياسية بعد كل هذه الدماء وشعبنا منقسم على ذاته. أخطر ما يمكن أن يمس الشعب الفلسطيني ليس الإبادة بقدر ما هو الانكسار. هذا ما نتمناه وندعو له، ويعني ننتظر الساعات القادمة بأن ترد إيران شرف الأمة ويرد الأمة شرفها من خلال مواجهة هذا الاحتلال وهذا الكيان الغاصب. شكرا جزيلا لك حسام الدجني الأكاديمي الفلسطيني، حدثنا من القاهرة. التلفزيون العربي.